لو انت بتحس بوجع في المكان ده وما تعرفش ايه السبب وما تعرفش تعالجه ازاي، يبقى البديل ده ليك. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو انت اول مره تشوفني فانا عبد الله فرج، وحلقه النهارده هنتكلم فيها عن العضله اللي واجع كل الناس، وهي عضله الرومبويد. عضله الرومبويد تعتبر الحزام اللي رابط ما بين لوح الكتف والكتف نفسه، واللي مسؤول عن حركة الكتف للدوران زي ما انت شايف كده، وكمان لو بتحدف حاجة او لو بترفع ايدك، فهي مسؤولة عن عوامل كتير، ومكانها بيكون ما بين لوح الكتف والعمود الفقري. ودلوقتي هقولك الاسباب اللي بتخلي الوجع ده يجيلك. مبدئيا كده الوجع ده ما بيجيش من يوم وليلة الا لو في مزق في العضلة دي، فهو لو بيجيلك كل فترة فدلوقتي هقولك الاسباب بتاعت الوجع ده ايه. اول حاجة وهي الوقفة بانحناء، يعني لو واقف لفترة طويلة ومقوس ظهرك كده فده هيكون سبب من اسباب الوجع اللي بيجيلك في ظهرك. واتنين وهي الجلوس او العود، ان انت تقعد عود ايه ان انت تقعد بنفس المنظر ده برضو قاعد ومقوص ظهرك كده، وده هيخلي فيه اتب بعد كده على المدى الطويل في ظهرك، فما ينفعش ان احنا نقعد بالوضعيه دي او نقف بالوضعيه دي لفتره طويله. ثلاثة وهي شيل الحاجات اليوميه التقيله خلال اليوم، يعني لو بتشيل اطفال كتير خلال اليوم، بتشيل كراتين ميه، بتشيل اي حاجه تقيله خلال اليوم لفتره طويله برضو، يعني على مدى بعيد برضه هيسبب لك الوجع ده. ورابع حاجه وهي التمرين، كتر التمرين وشيل الاوزان التقيله بيجهد العضلات طبعا زي ما احنا عارفين، فمن العضلات اللي بتتاثر جدا وهي عضله الرومبويد. وخامس حاجه وهي الحاجه الاخيره وهي التريجر بوينتس. التريجر بوينتس دي بتكون زي حاجات كور صغيره كده بتبقى موجوده في الظهر، يعني لما حد يجي يضغط لك على الترباس من هنا ولا حاجه بتحس ان انت مرتاح، او لما حد يجي يعمل لك مساج بتلاقي فيه زي كور صغيره كده في ظهرك، هي دي التريجر بوينتس، ودي برده بتكون عامل كبير جدا من وجع عضله الرومبويد. وندخل دلوقتي على العلاج، هقول لك على شويه حاجات تعملها وان شاء الله هتقلل الوجع ده بشكل ملحوظ كمان ممكن تودي. اول حاجه ان انت تستخدم كمادات سخنه وكمادات ساقعه، يعني هتجيب مثلا شويه تلج تحطهم في كيس وتحط قماش على جلدك وتحط التلج على المكان ده لمده مثلا دقيقه او دقيقتين، بعد كده تشيله وتجيب حاجه سخنه وتحطها برده على نفس الحته اللي وجعاك اللي هي عضله الرومبويد لمده دقيقه او دقيقتين، وتكرر الموضوع لمده 20 دقيقه مرتين في اليوم. وبعد ما بتخلص بتحط اي كريم عندك مضاد للالتهاب. وتاني حاجة ان انت تعمل مساج. المساج حلو جدا للعضلات، بس لو مش متاح ان انت تعمل مساج فانت تقدر تستخدم الفوم رولر. الفوم رولر دي تعتبر مساج الغلاب، رخيصة اولا وبتفضل عندك في البيت، تقدر تستخدمها في اي وقت، بتقدر تستخدمها بتحطها على العضلة اللي انت حاسس بيها بوجع وتبتدي ترول عليها او بتتحرك عليها بشكل مستقيم او بالجنب. ولو انت ما عندكش الفوم رولر دي فتقدر تجيب كرة تنس وتحطها على الحيطة وتسند ظهرك عليها وتحط الكرة في المكان اللي وجعك اللي هي عضلة رومبويد، وتبتدي تطلع بشكل مستقيم لفوق ولتحت، تنزل لفوق ولتحت على العضلة اللي وجعك. وتالت حاجة والحاجة الأخيرة إن أنت تعمل استرتشات أو موبيليتي للمفاصل وللعضلات بتاعتك علشان يحصل عملية ارتخاء شوية للعضلات وللمفاصل بتاعتك ترتاح شوية من الشد اللي هي فيه. فخليني دلوقتي أوريكوا إزاي تشتغل على الفوم رولر لو أنت عندك الفوم رولر، وكمان هقول لك الاسترتشات والموبيليتي اللي تقدر تعملها لعضلة الرومبويد. وهي دي الفوم رولر، وبنحطها ورا ظهرنا طول كده وتبتدي تنام عليها، تبتدي ترفع وسطك من على الارض، تكون ساند برجليك مش برجليك، تبتدي تتحرك يمين وشمال، حاول تحضن نفسك علشان تقدر تجيب العضلة من غير ما الفوم رولر تخبط في العضلة بتاعتك. وتاني حاجة ان انت تقدر تعملها كده وبرضو تنام عليها وتبتدي تتحرك لفوق تحت، ترفع وسطك من على الارض وتبتدي تتحرك. دلوقتي هنعمل الاسترتشات والموبيليتي، هنقعد على ركبتنا ايدينا تبقى مفروده، وتبتدي تقوس ظهرك لفوق، تزق باللوحين الكتف وبطنك تدخلها لجوه بحيث ان ظهرك يطلع لفوق، وتعكس الناحيه التانيه. عشر عدات كده ولا حاجة، بعد كده نبتدي نغير الوضعية التانية، وهي هتحط كوعك الاتنين كعينك الاتنين عند ركبتك بالمنظر ده كده، وايدك تبقى على الارض، وتحط بعد كده تشيل ايد تحطها عند القطنية وتبتدي تطلع صدرك لفوق وتبص لفوق، هتطلع لفوق وتبص بصدرك لفوق وبدماغك لفوق، وترجع تاني وتطلع تعمل نفس الكلام تاني.
هتكرر الموضوع ده برده 15 عدات وتعكس الايد الثانيه. اما بالنسبه للشكل الثالث هتجيب ايدك تعديها المنظر ده كده على قد ما تقدر، تثبت، تعمل ستريتش جامد، بعد كده تطلع تخلي ايدك مفروضه تفردها فوق في السماء، وهكذا الناحيه الثانيه. وبس كده بيس. واخر حاجه، لو انت حاسس بوجع شديد جدا والوجع مستمر ما بيروحش مع الحاجات اللي انت عملتها دي كلها، فانصحك ان انت تروح تستشير دكتور. وبكده يبقى خلصنا الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنساش تتابعني لو لسه مش متابعني.